estás? ¿Qué pasa? أنا سامي فايدي من SK Productions. أنا صلاح دي episode 7 من EGN. وزي ما انتم شايفين عملت حلقة المكسيكيين. نعرضنا عندنا أخبار كتيرة جدا. أول حاجة عندنا Splinter Cell Blacklist نزلها تريلر جديد. هو تريلر فيه gameplay كتير جدا وفي كلام كتير جدا عن اللعبة, بس كان في كذا جملة قالت الحقيقة ما عجبتنيش. كان بيقولوا ان اللعبة هتبقى more action based او يعني مركزين اكتر على الاكشن في اللعبة. انا شخصيا مش مجرد a huge fan of Splinter Cell, انا بعشق Splinter Cell, بس Conviction كان بالنسبة لي مش قد كده. ممكن ناس كتير جدا يكون عجبها Conviction, بس الفكرة ان هم عايزين ياخدوا الليب بتاعت الاكشن فوق الستيلث, واصلا Splinter Cell اساسها الستيلث مش الاكشن. معرفش هيحاولوا يعملوا لعبة accessible. انا حسيت ان Conviction كانت سهلة compared للقدام زي Pandora Tomorrow مثلا, بعد كان بيقعد 4 ساعات بيحاول يخلص في ميشن يقعد يخبط راسه في الحيط. Conviction انت بتمارك اللي قدامك وتexecute الدنيا كلها وتريح نفسك. فكفاية كلام عن رأيي في Blacklist, قولنا رأيكم في comments. اللعبة من ناحية graphics ومن ناحية gameplay شكلها ممتاز, شكلها جميل جدا, بس فكرة action versus stealth مش عارف. رونا في الكومنت. في رومر ان بلاي ستيشن 4 او اوربس او عم فتحي whatever هيسموه ايه, هيبقى فيه زي بي في ار او ريكوردر جواه, بحيث انك ممكن تسجل حوالي ربع ساعة من جيم بلاي او صور او whatever. حد دلوقتي دي رومر وكلام مش اكيد, وان شاء الله هنعرف في E3 او هنعرف في الانونسمنت اللي عايزين يعملوها دي. هيفضلوا يزلونا كده ويدونا في تيزر تريلرز, بس هنعرف قريب. عندنا خبر ظريف ليكو, براي 2 ما تأجلش. زي ما انتوا عارفين كان في رومرز كتيره جدا ان براي 2 مش هتتعمل وهتتاجل ولا مش هتنزل اساسا, بس براي 2 نوعا ما كونفيرمد ان هي هتنزل ان شاء الله في المستقبل. Aliens Colonial Marines زي نزل لها سيزون باس. اللعبه لسه ما نزلتش وانونسمنت لسيزون باس العادي دلوقتي, ان اي لعبه نزلها سيزون باس فتفضلوا يلا نشتري اللعبه وندفع فلوس كمان عشان ناخد دي ال سي. بس الحقيقة مش معروف هل الـ DLC ده هينزل للكونسولز ولا لا, بس هو المفهوم ان الـ DLC ده نازل للPC, Season Pass ده نازل للPC, بس هنعرف في المستقبل هل هيبقى هنضطر ندفع فلوس زيادة عشان ناخد شوية content ولا لا. هينزل الـ DLC لـ Street Fighter Cross Tekken على PC اللي كان نزل قبل كده للكونسولز. الحقيقة بقالي فترة كبيرة جدا نسيت ان اللعبة دي نزلت اساسا. زي ما انتوا عارفين Fighting Game Community برا ما استقبلش Street Fighter Cross Tekken كويس, وفكرة الاندرس دي او سي كانت عاملة مشكلة كبيرة جدا لكابكوم الحقيقة. بس مش عارف هل ده خبر ظريف ان هم ينزلوا دي او سي على بي سي ولا لا, مشوفتش حد بيلعبها على بي سي اصلا, بس ممكن يكون في ناس تلعبها على بي سي. فالناس تلعبها على بي سي الف مبروك, هينزل لكم بلانكا وساكورا عشان تلعبوا سيت فايتر كروس تاك. خبر تاني ظريف جدا, بثازدا بتعمل ريكروتينج للنكست جن, للعبة للنكست جن. حد دلوقتي لسه مش معروف هي هتبقى ايه بالظبط, بس هي بتعمل ريكروتينج لناس, هتبقى حاجة ظريفة اخيرا ان هم يعملوا حاجة للنكست جن, او يقرروا ان يفكروا في المستقبل شوية, عشان سكايريم اديها نزلت على الكارنت جن كانت تبقى احلى طبعا على النكست جن. بس نشوف, هنشوف Elder Scrolls جديدة على النكست جن او Fallout 4 مثلا. Real Racing 3 نزل لها تريلر جديد بيتكلم عن المالتي بلاير والجوست ريبلايز. Real Racing 3 المفروض تبقى لعبة على الايفون والايباد. الفكرة ان مثلا انا بلعب ريس والجوست بتاعي لما حد تاني يجي يلعب الريس يطلع له الجوست بتاعي, و نقعد نحاول نكسر الريكوردز بتاعت بعض. شكلها لعبة ظريفة مع اني ما بحبش الهاند هيلد جيمنج قوي, بس للناس اللي بتلعب على ايفون وعلى ايباد اعتقد هتبقى لعبة ظريفة جدا. فاللي عايز يشوف التريلر هلاقي التريلر في الديسكربشن, لينكس في الديسكربشن كالعادة. روح شوفوا Real Racing 3, حتى التريلر الحقيقة عجبني فروح شوفوه. كلنا عارفين المشاكل اللي بتحصل في Arma 3 والناس اللي اتسجنت. الفكرة ان هما غيروا اسم الايلاند عشان اسم الايلاند كان ليه علاقة باسم بلد ولا اسم حاجة في الحقيقة, فغيروا اسم الايلاند معرفش من ليمينوس لاتليس او حاجة زي كده. الفكرة ان هما عشان ما يتسجنوش ومحصلش اي مشاكل تاني. الحقيقة مش فاهم المشكلة كلها بالظبط, هتلاقوا لينك في ديسكريبشن ان ديتيلز. بس المهم ان شاء الله كده اللعبة هتنزل وهنشوف Arma 3, عشان من اللي كان وروهولنا قبل كده الجيم بلاي كان وروهولنا قبل كده اللعبة كان شكلها عالمي, لعبة شكلها جميل جدا. فان شاء الله نشوف Arma 3 في المستقبل والناس تبطل تتسجن. الناس عايزة تحلق Gears of War Judgment عليها, الاتشيفمنتس نزلت, هتلاقوا اللينكس في الديسكربشن للاتشيفمنت ليست بتاع Gears of War Judgment. لو عايز تحرقها لنفسك اتفضل. Remember Me نزل لها تريلر جديد بيتكلم عن ميوزك كومبوزيشن والموسيقى في اللعبة. التريلر بتاع Remember Me حلو جدا, جايب لك الساوند انجينيرز والكومبوزرز بيتكلموا عن ازاي الموسيقى معموله في اللعبه وازاي بيحاولوا يخلوا قصه ما تمشي مع الموسيقى والجيم بلاي يمشي مع الموسيقى. هم عاملين حاجه زي اوركستريال الكترونيك, بيسجلوا حاجات اوركسترا بعد كده يقعدوا
يعني يحبرشوا فيها الكترونيكلي ويطلعوا حاجه زي واب واب اوركسترا واب واب وورك مش عارف. God of War Ascension is that trailer جديد بيتكلم عن المانتيكور او المانتيكور. المفروض المانتيكور ده زي وحش او باس فايت في اللعبه. هو جايب لك زي behind the scenes كده بيوريك ازاي animations ازاي textures ازاي concept art ازاي كل حاجه اتعملت في الوحش ده. هما كانوا بيفكروا ايه هما بيعملوا الوحش ده. الحقيقه تريلر ظريف بس كفايه تريلرز لجود اوف وور. خلاص اللعبه فعلا ان هي هتنزل. EA عملت confirm ان في need for speed جديده. الحقيقه الخبر ده ما خضنيش. احنا بقالنا بتاع قرن ما بنشوفش غير نيد فور سبيد كل سنه وهنفضل نشوف نيد فور سبيد كل سنه بقيه حياتنا. فالنيد فور سبيد فانز الف مبروك في نيد فور سبيد تاني. طيب في واحده السنه اللي بعديها وال 2015 و16 لحد في شويه معلومات صغيره عن ماس افكت 3 بيقول ان هيكون فيها كوب. واعتقد اللعبه دي كان فعلا ناقصها كوب. الملتي بلاير بتاعها كان ظريف جدا بس لو الدي ال سي الجديد هيكون فيه كوب انا شخصيا هشتريه وافتح اللعبه دي تاني. فهنشوف تبقى عامله ازاي. اللي عايز يلحق على نفسه بايو شوك انفينيت كلها الاتشيفمنتس والتروفيز موجوده في الديسكربشن. هتلاقوا لينك في الديسكربشن عربجيمر.net كالعاده لكل البوستس. فاللي عايز يلحق نفسه بايو شوك انفينيت اتفضل هتلاقي لينك تحت. في رومر ان يوبي سوفت والشركه اللي عملت تست درايف هيشتغلوا اللعبه الجديده ريسنج على بلاي ستيشن 4. الحقيقه انا شخصيا ما عجبنيش تست درايف قوي. مش الريسنج جيم العالميه يعني معظم الناس بيتكلموا عن ريسنج يقول لك نيد فور سبيد اللي يقول لك فورزا اللي يقول لك جراند توريزمو. انا شخصيا نفسي اشوف جراند توريزمو جديده على بلاي ستيشن 4. تخيل مثلا جراند توريزمو 6 تبقى حاجه ظريفه جدا. مش مهم بس المفروض ان هم دي برضه رومر مش حاجه كونفيرم تماما ان هم يعملوا حاجه جديده للبلاي ستيشن 4. طبعا مع كل نكست يعني كل جان جديد يعني هيعملوا اناونسمنت للجان الجديد قريب او في اي 3 طبعا هيجيبوا لك شوتر هيجيبوا لك ريسنج جيم جديده. لازم يجيبوا كل انواع اللعب الجديده عشان يعملوا شو كيسنج. فدي احتمال تبقى رومر حقيقيه فهنشوف ان شاء الله في اي 3 او قريب. بلاك اوبس 2 عليها تورنمنت بمليون دولار على الاكس بوكس فقط. طبعا زي ما انتم عارفين الدي ال سي بينزل على الاكس بوكس قبل البلاي ستيشن عشان يقعدوا يزلوا في الناس شويه يقعدوا يرخموا. مايكروسوفت رخم على سوني وسوني ترخم على مايكروسوفت. احنا بناخد الدي ال سي اسبوع قبليك ولا انتوا بتاخدوه متاخر يقعدوا يغتتوا على بعض. زي السنه اللي فاتت هيكون في تورنمنت كبيره جدا لبلاك اوبس 2 دي اوفيشال تورنمنت من كول اوف ديوتي. مش حاجه ليها دعوه بام ال جي ولا اي حاجه هي حاجه اوفيشال من كول اوف ديوتي نفسها. وطبعا هيعملوا فيديو هيعملوا ستريمنج. سي دي بروجكت نزلوا صوره جديده من الريد انجن 3 والحقيقه بدل ما اطلعها لكم في التلفزيون انا نفسي اقعد جوه الانجن نفسه. يا سلام. الحقيقه سكرين شوت اللي واخدينها من ريد انجن 3 عالميه. وكان في انترفيو سي دي بروجكت كانت تتفشخر شويه بالار بي جيز بتاعتها. زي ما انتم عارفين هم اللي عملوا ذا ويتشر السيريز بتاعت ذا ويتشر وذا ويتشر 2. وطبعا ذا ويتشر من احلى الار بي جيز اللي احنا لعبناها في حياتنا. انا شخصيا مقتنع بكده. انا شخصيا بعشق The Witcher 2 من احلى ار بي جيز انا لعبتها في حياتي. فهم كانوا قاعدين بيتكلموا عن ازاي في شركات بتعمل ار بي جيز فاشله تركز على القصه بس وما تركزش على الجيم بلاي. فشكلهم كده The Witcher 3 او وات ايفر هيكون اسمها البروجكت الجديد بتاعهم هتبقى عالميه عشان الانجن شكله جميل جدا. وزي ما انتم عارفين برضو هم شغالين على لعبه جديده اسمها سايبر بانك 2077. هي المفروض ريبوت للعبه قديمه جدا. فهتلاقوا الديتيلز دي كلها في الديسكربشن كالعاده. عندنا خبر كمان عن Resident Evil. مسكوك مش عارف اسمه ايه اللي عمل Resident Evil Revelations كان قاعد بيقول كلام ملوش اي معنى. بيتكلم عن Resident Evil Open World وبيتكلم ان هم يعملوا ريبوت للسيريس القديمه بتاعت Resident Evil بس ما ينفعش يعملوا ريبوت للسيريس الا لما يعملوا Open World او لازم يعملوا Open World Resident Evil الاول بعد كده ينزلوا الريبوت. مش فاهم هم عايزين يعملوا ايه بس هم المفهوم ان هم عايزين يعملوا ريبوت للقدام اي جاس 1 2 3. وانا شخصيا هبقى فرحان جدا عشان اخيرا هلعب Resident Evil Survivor Horror تاني بدل الاكشن اللي بيحصل. يعني زي ما انتم عارفين طبعا اللعبه بقت اكشن شوتر بدل ما هي كانت Survivor Horror جيم. عايزين تقرا هو بيقول ايه بالظبط هتلاقوا اللينك في الديسكربشن عشان الحقيقه ما فهمتش هو عايز يقول ايه. ازاي يعني ايه Resident Evil Open World؟ الناس اللي تلعب فورزا هورايزن على اكس بوكس 360 عندكم اربع او خمس عربيات جداد هينزلوا دي ال سي ب 400 مايكروسوفت بوينت. الف مبروك. الاستوديو بتاع ريبليون نزلوا كمان تيزر تريلر تاني غير اللي فات. هو مش مفهوم برضه ولا فيش اي حاجه كونفيرمد عن ايه اللعبه دي او وات ايفر ايه البروجكت اللي هم شغالين عليه ده.
بس باين ان هو هتبقى حاجه سيرفايفل هورر او هورر, يعني هي هتبقى حاجه مرعبه عامه وخلاص, تبقى حاجه هورر. روحوا شوفوا التريلر بنفسكم وقولوا لنا ايه رايكم في التريلر العجيب ده. دي ال سي بتاع سكايرم اخيرا هينزل للبلاي ستيشن 3 بدري. زي ما انتم عارفين كل الدي ال سي بتاع سكايرم ما نزلش لحد دلوقتي على بلاي ستيشن 3 لاسباب مش مفهومه. فاخيرا قرروا ان هم ينزلوها على بلاي ستيشن 3 وقال لك ايه هنديكوا ديسكاونت على اول اسبوع وحاجات الفكسانه دي عشان يقول لكم, عشان يقولوا اسفين للناس اللي بتلعب سكايرم على بلاي ستيشن 3. مش هم ناس جايين ينزلوا الدي ال سي بتاع سكايرم دلوقتي على بلاي ستيشن 3 بعد ما خلاص الواحد طفح اللعبه. اخر خبر عندنا بيتكلم عن انترفيو الفوتبول مانجر 13. زي ما انتوا عارفين اللعبه دي باعت حلوه جدا واخدت ريفيوز حلوه جدا, فاللي عايز يعرف كل حاجه انت ان ديتيلز هتلاقي اللينك في الديسكربشن. يا ريت يكون عجبكم الفيديو, انا عارف ان دي كانت اخبار كتيره جدا المره دي. فلو عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب. وزي ما انتوا عارفين طبعا النيوز دي كلها جايبينها من على arabgamer.net, هتلاقوا كل البوست في الديسكربشن, هتلاقوا اللينكس في الديسكربشن لكل البوست دي. وشوفكم في الفيديو الجديد. سلام.